عرس النقاب شاد اخوان علاش كيك هو دابا علاش انا اول مره كنشوف عرس داير النقاب اللي كيدير النقاب راه ما كيديرش العرس، الا كاع بغى يدير مثلا شي عرس كيدير العرس غير العيالات بيناتهم والبنات وداك الشيء، ما كيخرجش مع الرجاله والعيالات وداك الشيء مختلط، فهمت تسطى مع هذا وحق الله. لا اول احترام كان 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 نديرو لمرتي والتقدير والاحترام، علاش؟ لانه اول حاجه يعني كتقدر لما كنكون فريمون ستريس والخدمه وهذا، وكنكون شي شويه يعني معصب فريمون كتكون بحال هكا كتسمح بحقها. وهذا الريمو هذا كنت كنحترمو فيها، وبدات كنضحك لان الريمو ما عرفتش علاش كندوي، يعني بعض المرات ملي كنكون معصب فريمو كتحاول تبرد الماكسيموم. والكوتي اللي هو مهم بزاف هو انه علاقتي مع الوالده ديالي، انا امي هي نقطه الضعف ديالي. و الزوجه ديالي فريمو هزه بالها لواحد الدرجه ما كتصورش، وهنا فريمو كنحترمها وكنصفق لها بحراره، انه فريمون شكرا شكرا انك فريمون كتحترمي الوالده ديالي. ميرسي بوكو. مادام امك حبيله باش تهز ليا هبله، كيفاش هز عليها هبله لواحد الدرجه ما كتصورش؟ كاين شي واحد تيقول للام ديالو بحال هكا مريضه ولا مالو؟ هذا اي حاجه كتلاحظها كتشوف كتميز، كتعرف انت تضحك، كتعرف انت تخنزر فيه، كتعرف سبحان الله. فكنشوف فيها راسي وكنتمنى ان شاء الله تكون احسن مني، واكيد نكون دائما سند ليها، وان شاء الله علاش لا تعوض بلاصتي واحد النهار في السوشيال ميديا مع وليدات المتابعين ديالي ان شاء الله علاش لا. كاين شبه وصراحه كتشبه لينا بجوج انا وباباها. باش ما تقول لك ان شاء الله بغيت نشوفها ان شاء الله عندها شي مستقبل زوين، كون شي دكتوره شي مهندسه شي سيده اعمال، المهم تكون عندها شي مكانه في المجتمع. هي قالت لك تشد بلاصتي في السوشيال ميديا. ايوا صافي اختي. شي وصفه ضد الحمل طبيعيه ساهله اختي، جمعي رجليك سدي رجليك اختي، ما غتحمليش اختي، ما ديرش ما تخافش، صافي هذه الوصفه الطبيعيه اللي كاينه. قالت لها الصراحه شنو هذا بسولك يا حياتي؟ انت يا عارفه تخيلي شتي قالي كل واحد اخر يا انتم اللي كتعطوا لولادكم التليفونات وتخليهم يتفرجوا في هذا الشيء، هذا راه انتم اللي فيكم لا فوت. على قد هذا دابا تعطي الانسان التليفون، دابا المراه ملي تيبرز تاع ولدها ولا الاب ملي تيبرز ولدها تقول عطيه التليفون عطيه التليفون. هادي عرفتيها زيرو ما عرفتيش. خايفه لا طيح مسكينه دابا جاي غراسه. بنات بغيت ندير كسكسو وقالوا لي حكي القرعه الحمراء مع البطاطا، مت انا طحنتهم. فاش طحنتهم خليت داك الشيء هنايا، هاد الشيء ولا عندي بحال العصير. شدي مني تاني بحال العصير بحال اللي كتبان لي. واقيلا اول مره كتدخل الكوزينه هادي واقيلا. انا كي كتخرجي واخا تكوني مزيره واخا تكوني ربي لعان بيك، شحال من وحده كتكون ستريسيا كدوز من شي ظروف من شي مشاكل، باغا تسافر باغا ترتاح، ما كاينش البيدجي باش ترتاح باش تسافر. صراحه هذه حاجه اللي هي زوينه، كتسافري ما كتبقايش هز الهم بان ما عنديش اولا انا اللي غنتزير اولا، يعني كل شهر كتعطي شي شويه وكتسافري. ومولاها هذا ربي الانسان كيبغي يرتاح مره مره ويبغي يفوج علاش لا. فصحتكم وراحتكم اللي غيجي ما غيجي. وعاوتاني خرجت البنات قال لي احمد واش ما عييتيش؟ لا انا ما كنعياش.
جيت البنات للكغون بازار كنقلب على واحد السلسله الذهب بغيت ناخذها فيها عوينه ما عمرهم فين هما ديك العوينه الزرقاء. المهم انا كتعجبني المنظر ديالها وعاتي حمقت احمد من قبيله هو يقلب لي عليها مسكين ان شاء الله قال لي غنلقاها لك عاجبك غنلقاها لك وانا كنقلب عليها نصبر نلقاها. انت اللي جبتي صداع على راسك، راه انت اللي جبتي صداع على راسك. بارك عليهم وانا كنخسر مليون في النهار، وانت يا منين كتخسري مليون في النهار من اين لك هذا؟ والله الا جبدت الصداع على راسها ما تقدرش تجبد الصداع على حتى واحد اخر اللي عندهم الفلوس. الو يا جبت وراك الو المراحل العموميه في كوريا صور ده بيخسر السيستم اللي دابا اللي دايرين هما اللي غادي يبان كلشي السيستم اللي دايرين هما يخسر. خاوتي خاوتي الجزائريين كي دايرين صافا نتمنى تكونوا بخير. راني من البارح من البارح في الليل وانا كنشوف كنبركك في التيك توك كتبانوا لي محتفلين بمناسبه او بذكرى السبعينيه لاندلاع الثوره التحريريه الجزائريه. دونك انا اول حاجه اول حاجه بغيت نقولها هي الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء الجزائريين المليون ونصف شهيد، الله يرحمهم فشهدوا فشهدوا فشهدوا. ثاني حاجه بغيت نبارك لكم ذكرى تحريريه وان شاء الله تبقوا دائما احرار وانتم دائما احرار. دابا بغيتي نعرف هذه واش معنا ولا مع جيراننا؟ ماشي اللي بغيت نفهم دابا هذه مغربيه وكتبارك للجزائريين وكتقول لهم كذا هادي خصها تشد هادي هادي خصها الحبس هادي مكاينش المزاح. قول كنا حنا كاملين بنات الشعب المغربي فري باترونات ومك وباك عندهم الذهب المشحة. سيري ولدي دير دارك وجي هاد الدرية شطنا شطنا انت اللي ما بغيتيش كاين 150 الف مليون هي تخلص كلشي هالعرض تسمى مجوجة هالعرض يا اسف خلص معاك النصف الكرام خلص معاك التقضيه ومعاونه معاك باغامور لامور الاول يكون عندك اونفير توا ميم. انا ما نطيحش براسي كنتقاتل معاه انت راجل ياك على باز انت اقوى مني وسير سير تقاتل وفيق في خمسه الصباح ودير جوج تخدامي انا خاصك تبوصلك كتدخل وكتلقى امراه هاد الهواويد اللي ولاو دابا دور يقول لك انا اش غتزيديني انت في الحياه ديالي ما تجاوبوش كتهزي صافي كتدبي انت اش غتزيديني في حياتي بصح عندك الحق. دابا وحده اصلا مجوجه ومطلقه ومجوجه ومطلقه وتتهضر في الجوج وكتعطي نصائح في الجوج. تي السلام عليكم باش حسيتي ملي شفتي لالا خديجه سامبل ومنسقه ما دايره لونتي ما دايره شعر ما دايره هذا ميساج لصحاب اللحسه صحاب اللحسه اللي خرجتوا على البنات خرجتوا على البنات وبدلتوا لهم الثقافه ديالهم وبدلتوا لهم افكارهم تتلقى البنيه غزاله باقي يلا تتقرا في الليسي دايره كي المسمار حنا تنموتوا وتنخدموا على باش نوليو كي المسمار منك يا انترينمون منك يا حميه وتجي تقول لها ديري اللحسه باش تبدي مزيان في الجلابه راه عقلك لي ملحوس ثقافة حاشك نقول البقر لكن ثقافة البقر وثقافة الخرفان والبهايم عطاتهم القصح. الشراء عادي هادشي مرا غادية هي وراجلها فوق الموطور وكاين الشتاء دايرين مظلم معطينا على الشتاء اش باش يلحقوا شي راه عادي هادشي
فهمت والو. واش هادي لاصق عليها شي حاجه في رجليها وكتجي كتحك رجليها تما، ولا هي اصلا جايه باش شي حاجه في ديك الصنداله ديالها وكتحكها تما؟ فهمت والو انا هاد الشيء هذا، والله ما فهمت شي حاجه بالله. كنظن بان هذاك الكليب هذا رايي الشخصي، يمكن ما يتفقش مع الجمهور، كان كيسيء. لا ولكن حيت كيسيء، عطيني النقطه بالضبط اللي كتسيء الزي رشيد، النقطه اللي حيت انا غير مثلا غير الجمله الموسيقيه اللي سمحتي نقولها وكنعتذر من الجمهور. احن اليك قتل اح اح هذيك اح، واش هذه واش هذه اسمح لي انا اول مره الاغاني لا 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 كاين فرق، كاين فرق، نقدروا نشوفوا كيلكو زيكستخي عافاكم. ولا مسكين غير تيتف في الهضره ملي قال لي بحال هكا، قلت لك ياك العمل ديال يا اخوان ياك الله يحفظك. احنا ما حطيناش الجمله الاخرى هي اللي فيها المشكل، وهذيك اللي كتعجب الناس. تهضر معاك وتنتقدك لانه تنقول حرام. علاش ما نشوفوش واحد يحلات واحد الكوفي؟ حرام حرام سي رشيد، اسمع لي حرام. هذا الصوت الحالي اللي غني احنه اليك انا غادي نغني لك، اليوم غنغني لك الطرب باش تبقى على خاطر. اسمعني، هذا الشيء خليه، هذا الشيء خليه. الفنان بان غير في تيك توك وباغي يحقق انتشار جات معاه، ولكن ما يمكنش فنان بهذا الرصيد هذا وبهذا المسار والسيد اللي قاري الموسيقى وعارف كيفاش. واش حنا مثلا درنا الدوم داكشي اللي كيدير هو، ولا درنا نيبا مسيكي يقول انا بينتهم كيمثلوا دور اللي هو فيه الدراما وجا زوين وبزاف الناس عجبهم. انا الخط نكون وصلنا لاخر الفيديو، الا كنتم من الابطال وبقيت حتى على الدقيقه هذه ما تنساوش تخليوا لي معكم شي لايك للفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تاكدوا بانكم مشتركين في القناه مفعلين معكم هذاك الجرس باش الا كان شي حاجه جديده توصلكم نتوما الاولين. تفاعلوا الخوت مع الفيديو، خليوا لي تعليق زوينتكم، تهلاو في راسكم، تهلاو في ولادكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. السلام عليكم.